يعني في أحد الرجال طلعت مرته على السلم على السيبة على التدخيتة، قال لها إذا نزلتي أنت طالق، وإذا طلعتي أنت طالق، وإذا بقيتي أنت طالق. واقفة على الدرجة الرابعة، قال لها إذا طلعتي أنت طالق، وإذا نزلتي على السلم أنت طالق، وإذا بقيتي أنت طالق. بيطلع عم طلعت فقيها، شو عملت؟ نطت. ما بتقدر للنسوان، ما حدا بيقدر لهم. نطت فما طلقت.